ريفريش عمان مجموعة من الشباب والصبايا صانعي الأفلام عم ينتجوا أفلام قصيرة، وهالأفلام إلها رسائل رائعة. خلينا نتعرف على الممثلين والمخرجين وأعضاء فريق ريفريش عمان. منرحب بجهاد هداية مخرج وممثل، أهلا وسهلا فيك جهاد، وأيضا حسام العبادلي وأنت ممثل مع ريفريش عمان، أهلا وسهلا فيكم. ونحن في معانا تريلر لفيلمكم الجديد اللي عملتوه هلأ اللي هو استمع لحلمك، نشوف مع بعض التريلر ونكمل حوارنا مع ضيوفنا. يلا. ولك انت ماك توكل، ولك انت اصلا عائل على المجتمع، انت ولك انت بدون فايده يا عم. ما بدنا جرايد يا عم قلنا لكم ما بدنا جرايد يا زلمه، احنا صعب ما بنقراش. هاي المره غلطاتك صايره كثير، المره هاي 10 دنانير خصم، المره الجايه ما بصير خير. ماشي غيرك انا احسن يا معلم. طيب إذن تابعنا سريعاً التريلر لفيلم استمع لحلمك لفريق ريفريش عمان اللي معنا عضوين من أعضائهم 19 عضو. قبل ما نتحدث عن الأعضاء المشاركين وكيف تألف الفريق، حابة أخذ فكرة أكثر عن قصة الفيلم اللي هلأ شفناه. فيلم استمع لحلمك هو فيلم قصير بيحكي عن قصة شاب بمر بظروف شوي صعبة، يعني ظروف مادية وظروف عائلية واجتماعية وصعوبات بطبيعة الحال بتواجهه في شغله. فبتبدأ فكرة الفيلم مع حاجة هذا الشاب للمصاري، إنه بده يدبر مبلغ المال يكون في البداية عشان أجار البيت، وبعدها بتبدأ يعني ضغوطات ثانية وظروف ثانية، بده مصاري يعني عشان يحل مشاكله. فهو مع ضغوطات العمل بيحس إنه يعني مش لازم مكانه يضل هون، لازم يغير من هذا الواقع، لازم يعمل إشي. فببلش يدور على فكرة أو مشروع جديد يعمله، ومن هون بتبدأ قصة الفيلم، التحديات اللي بتواجهه وشو بالنهاية لإيش بوصل، وكيف بكون بيحكي للناس اللي أقرب الناس له، أصحابه ويعني عائلته، وكيف بيحبطوه ووقف ضده للأسف. يعني بكون أنه أنت فيش منه هالحكي وسيبك من هالحكي، ويعني غيرك كان أشطر من الحكي اللي بنعرفه. بالنهاية شو بصير يعني. حلو. هذا الفيلم استمع لحلمك راح تشاركوا فيه بمهرجان حلم للأفلام القصيرة، مزبوط؟ بالضبط. هلأ شو الفكرة اللي بتكون توصلوها من هذا الفيلم أكتر يعني، أو نقطة التحول اللي بتخليك تقدر توصل فكرتك؟ هلأ نقطة التحول في الفيلم هذا أنه كيف الواحد ممكن توصل مرحلة من الضغوطات الحياة أنه يقرر أنه خلص بده يغير واقعه ويتخطى كل المشكلات والعقبات اللي بتصير معه ليوصل لحلمه، أنه منفع على حاله ومنفع على أهله واللي حوله. حلو. طب إذا نتحدث أكثر عن الأعضاء يعني من ممثلين مخرجين وكل الفريق اللي اشتغل على هذا الفيلم، مين هم قديش كم عدد الممثلين؟ هو إحنا بالفريق بريفريش عمان إحنا 19 عضو، بس اللي اشتغلوا بالفيلم تقريبا يعني 11، منهم كاتبة السيناريو ندى الشاويش بوجه لها تحية، ومصور الفيلم حسين سيف، و مونتاج محمد الخوالدي، وممثلين عمر الرحامنه وحسام الكناني ويحيى الخوالدي. حلو. وكلهم يعني اشتغلنا تقريبا 10، كل واحد عمل شيء بالفيلم، في ناس ممثلين، في ناس منتجوا، في ناس صوروا الفيلم وكتبت الفيلم، يعني كل واحد له مهمه. كل واحد كان فيه. هلا انتم طلاب مش هيك؟ طلاب جهاد جمع. انت عم تدرس هندسه وحسام عم تدرس صيدله. بالضبط. حاولتوا تنقلوا تجربه صنع الافلام لجامعاتكم للجو اللي موجود عندكم بالجامعه؟ هلا انا في الجامعه في الفتره الحاليه هلا بنحاول نحضر لمشروع نعمل زي فرقه مسرحيه للجامعه، تكون برضه نفس الشيء انه بس عن طريق مسرحيات.
حلو. أنا وصديقي اسمه أيهم الخواجة بنحاول نطور يعني الفكر إنه الناس زهقت من المسرح، إحنا بطريقة كوميدية ممكن نوصل الفكرة إنه مسرح والناس تستفيد منه وتتسلى بنفس الوقت. جهاد عم تحاول تعمل هيك إشي بجامعة؟ صراحة بالجامعة لحد الآن ما فكرت يعني، بس إحنا أنا من الناس اللي بيشاركوا بالتطوع وكذا في الجامعة، فممكن يعني إنه لقدام نحاول نعمل إشي، خصوصاً إنه فيلم ممكن قصير عن الجامعة نفسها. حلوة الأشياء. طب ليه اتجهتوا مثلاً للأفلام زي ما حكيت برضو حسام إنه يعني عم تعملوا على تشكيل فريق مسرحي، فليش هيك عم تتجهوا أكثر لمجال التمثيل والدراما دراما إذا بنقدر نحكي؟ طيب. هلا كل واحد ممكن يكون عنده طريقة يوصل فيها رسالته، ممكن موسيقى، ممكن غنى، ممكن كاريكاتير، رسم. هلا احنا شغفنا كان في التصوير الافلام وال يعني تصوير اخراج هيك، فحسينا انه هاي الطريقة اللي ممكن نوصل فيها فكرنا للعالم او رسالتنا للناس. وجمعنا وبلشنا. وكلكم عندكم هذا الحس اللي بنقدر نقول هيك الدرامي من الاخراج تقريباً. من التصوير، من التمثيل، يعني زي ما حكيت لك شيء من تصوير، شيء كتابه وكذا، بس احنا حاليا مركزين على الدراما، يعني ما بنروح على الكوميديا او شيء ثاني. اكثر افكارنا دراميه من الواقع، بنحب نخليها كلها واقعيه. جهاد، لما شفنا التريلر بيبين اكثر العذاب والاحباط على بائع الجرايد اللي هو بتكون انت، انت ايش حابب توصل من الفيلم؟ وين الرساله اللي انت عن جد بدك توصلها من هذا الفيلم اللي هو الفيلم 15 دقيقه والتريلر اللي احنا شفناه في قلب دقيقتين؟ يعني ممكن نقدر نلخص الفكره او الرساله بجمله، انه لا تقبل بانك تكون ضحيه، يعني اذا حطيت تعيش دور الضحيه، انك اذا حطيت بظروف صعبه حاول تغير، حاول انك انت بتجيب شيء وتمشي، وبرضه ما تستهين بالافكار، يعني كل نجاح كبير، كل شيء كبير بلش بفكره، فكره صغيره، فما تستهين بالافكار اللي بتجيك وامشي عشان توصل اللي بدك اياه. هو ما سمع للناس اللي احبطوه يعني، بالضبط. وهون من هون اجى اسم الفيلم، استمع لحلمك. استمع لحلمك مش للمحبطين. ايوه بالضبط. حلو. حلو. طيب برضه هيك ليش اخترتوا هذا الموضوع بالتحديد؟ يعني احنا بنعرف انه نسبه الشباب اذا بدنا نحكي خريجي الجامعات وكذا بيعانوا من بطاله. صحيح. يعني البطالة للأسف متفشية عندنا بالأردن، فليش اخترتوا هذا الموضوع من بالتحديد؟ هون يعني برضو هذا الموضوع له دخل، يعني بنلاحظ بمجتمع يعني في فئة إنه بتحسهم فقدين الأمل من كل إشي، وبس خلص بأنه إحنا في الشغل والحياة هيك وضلك السنة، يعني ما حدا بحاول يخلق فرصته أو يعني في طبعا ناس يعني، بس بحكي عن شريحة معينة. صح. عرفت لي، وأنا بتجربة شخصية وتجارب أصدقائي واجهنا هاي الناس اللي هي دائما بتحبطك في بداية طريقك لأي فكرة، وبعد ما توصل ممكن تنجح هاي الفكرة بتلاقيهم بتطلعوا يعني مستغربين. هم نفسهم بدعموك بالآخر. بالنهاية بدعموك بالنهاية. بالضبط. وبعدين كمان لما تيجي تنصح الناس في هذا الموضوع بطريقة مباشرة، يعني تحكي معاه، تحكي له انه اترك عقبات الحياة، انه خلص ما يهمك، راح يصير يحكي انه انت بتنظر علي او بتحكي حكي، بس لما يشوفها فيلم ممكن يعني احنا بنشوفها على الفيسبوك او شيء بتتأثر فيه اكثر، يعني ممكن بدخل جواتك اكثر، خصوصا فئة الشباب بنقول بتأثروا بالافلام يمكن اكثر. صح. طيب ريفرش عمان، شو محضرين كمان جديد بالافلام القصيرة؟ هلا احنا جديدنا زي ما حكيت عن مدينة عمان، عم نعمل فيلم وثائقي هلا، عم نجهزه، ببين جماليات مدينة عمان ومدينة ربينا فيها وعشنا فيها. ولقدام كمان في فيلم عن الطفل اللي عم نعمله، انه كيف يعني ضغوطات، يعني مش ضغوطات، العقبات اللي بواجهها في حياته كيف ممكن تأثر على شخصيته لما يكبر، ومنحاول نطور في قدرات الفريق اكثر. كتير حلو، نعطيكم ألف عافية. طيب بدي برضو نرجع نركز على الفيلم استمع لحلمك، رح يشارك بمهرجان حلم زي ما حكت رندا، شو هذا المهرجان؟ مهرجان بتنظمه شبكة نجاح، هي شبكة دولية. المهرجان الفكرة منه أنك تعمل فيلم قصير برضو عن نشر ثقافة النجاح بشكل عام. فشاركنا، هو يعني الفيلم تقريبا بنفس السياق، فشاركنا في المهرجان، وهو راح، أنا ما بعرف التاريخ بالضبط، بس هو بداية شهر 8 راح يبدأ المهرجان. إن شاء الله متأملين إنه يحصل إن شاء الله على جائزة، كتير بيكون حلو إذا أول فيلم تشتغلوا عليه. أكيد إن شاء الله. بفكر أنتوا 19 واحد من تخصصات مختلفة، في منكم دارسين صناعة أفلام، إخراج، سيناريو، أنت عم تدرس هندسة، عم تدرس صيدلة، تخصصات مختلفة. هلأ كلكم 19 بتجتمعوا بكل عمل بتعملوا
عاصف دهني، كيف بيشتغل يعني كفريق كيف عم تشتغل؟ صراحة مش دائما نقدر نجمع 19 عضو يعني. بتعرف في ناس مش دائما الأوقات نفسها كنا فاضيين، وأحيانا إحنا في 5 رئيسيين يعني بالفريق، نجتمع دائما وبنحاول نطلع بأفكار، نعمل عاصف ذهني وبتعمموها على الباقيين. بنعمم على الباقيين والكل بيشتغل تقريبا يعني. الفيلم الجاي راح نحاول إنه كل أعضاء الفريق يشتغل تمثيل. طب جهاد شو حلمه بالآخر؟ صار عندي فضول. حلمه هو ما حدا بيقول اسمه، أنت جهاد الممثل بائع الجرايد، جسمه اسمه ما بنتذكر بكل الفيلم. بس كتير صار عندي فضول أعرف إنه شو الحلم اللي حققه. هو بصراحة هو بلش فكرة مشروع. مشروع بده يعمله على أرض الواقع بغض النظر شو المشروع يعني، المهم إنه عنده مشروع بيمشي فيه مع كل الإحباط، وبيبلش من الصفر وبيبلش بصعوبة كبيرة، بس يعني بمر الوقت وبتطور لحد ما يصير فعلا مشروع ناجح ومن أنجح المشاريع الموجودة، وبصير زي ما تحكي عنده يعني شركة صغيرة، وبصير بوصل للي بده اياه. حلو. كل شخص يعني مؤثر، مدير مشروع. مؤثر في المجتمع. حلو. أنا برضو لفت نظري موضوع إنه أنتوا تخصصاتكم مش سهلة بالجامعة، يعني عم تقول هندسة، عم تقول صيدلة، بده وقت كتير للدراسة وغيره. قديش الجامعة برضو بتساعدكم؟ يعني مثلا حسام حكيت إنه أنتوا عم بتفكروا إنكم تأسسوا نادي دراما أو مركز دراما بالجامعة. قديش في تقبل مثلا من قبل الجامعة بهذا؟ هلا إحنا عرضنا على العميد شؤون الطلبة الفكرة، رحب فيها وحكى إنه ممكن يساعدنا في كل النواحي اللي بيقدر عليها يعني. بس يعني انه ما نترك دراستنا في هذا يعني، نوازن طبعاً بين ال وعم تقدروا توازنوا لحد الان؟ قديش معدلك؟ لا اكيد يعني الصيدله والهندسه مش شيء قليل، صح؟ طب قديش انتم بتمشوا على التفكير الايجابي بحياتكم؟ انتم عم تحاولوا تعرضوا هذا الحكي بافلامكم، انه ما تسمع للناس اللي بحبطوك، امشي ورا حلمك، استمع لحلمك. قديك انتم كاشخاص مثلا جهاد وحسام قديه بتعيشوا هذا الاشي بحياتكم؟ هلا احنا لو كنا بدنا نسمع كل حدا بيحكي لنا ما كان هذا الفيلم نعمل، عشان نفس الاشي برضه لما بلشنا نعمل فيلم الكل صار يحكوا انه انتوا شو بدكم تساووا لسه في اول حياتكم، يعني لا رح تعرفوا تعملوا اشي وهي، بس احنا بلشنا وهي طلع الفيلم. سمعتوا لحلمكم. بالضبط. وجهاد. بالضبط يعني زي ما حكى، انا في كل اشي بحياتي بتعامل بنفس الطريقة، يعني ما يعني الناس المحبطين خلص بخلي احباطهم، ممكن نصيحة بتختلف يعني نصيحة باخذ فيها، بس بالنهاية يعني كل واحد له تجربته يعني لازم يعيشها. طبعا مش غلط انه الواحد ياخذ الانتقاد البناء احيانا، لازم ناخده بعين الاعتبار. بنحكي عن فئة بس يعني مش عن الكل اكيد. سؤالي الاخير، وين حابين توصلوا بريفرش عمان؟ بصراحة حابين نكون يعني منصة لأنه نعبر عن أفكارنا وعن مشاكل بنشوفها بالواقع. كل فيلم نعمله يعني عن فكرة موجودة بالواقع، تكون كل إشي واقعي، زي يعني اللي بيحضر الفيلم يشوف أشياء بيشوفها كل يوم بيشوفها بحياته. شكرا لكم. إذن جهاد هداية وحسام عبادلة، شكرا لكم من ريفرش عمان، بتمنى لكم التوفيق ونستضيفكم وتكونوا أيضا أفلامكم فائزة بجوائز. شكرا لوجودكم معنا. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة ليوصلكم كل شيء جديد.